طيب احنا توصلنا ان المره اللي فاتت كنا اتكلمنا على التريجرز، احنا اخذنا التريجرز واشتغلنا فيها وفكرنا فيها كتير وعملنا بيها كذا فكره، لكن احنا كل مشكلتنا او كل اللي محتاجينه احنا بصينا على يعني نوعيات بسيط. احنا طبعا اخذنا التفاصيل لكن ما بصيناش على بقيه الانواع، يعني لو انا رحت على التريجرز هتلاقي ان احنا كنا اخذنا البيفور ابديت، تمام، اخذنا في شغل خاص بالانفورميشن سكيما، اخذنا شغل خاص باليوزرز، عملنا اضافه في جدول في حاله معينه وشفنا الكلام ده، وعملنا بقى كذا نوع على او اخذنا الايرورز وازاي التريجر تريس ايرور وتوقف، تمام، واخدنا ازاي ندروب التريجر وازاي نشوت تريجر وكلام زي كده. طيب لكن احنا كل اللي احنا عملناه ان بس ما جربناش بقيه الانواع، اللي هي الابديت طبعا الانسيرت، وطبعا هم خلاص يعني احنا تقريبا في نفس الاطار، مش هناخد يعني افكار جديده من الموضوع، احنا عرضنا افكار كتير، لكن الفكره بس في ان احنا ان شاء الله افتح بس الداتابيز ان احنا يعني نشوف بقيه الاشكال بس مش اكتر. يعني نتعرف على بقيه الاشكال اللي احنا ممكن او بقيه الستيتمنتس اشكالها ايه بس مش اكتر، وبعدين نبدا ناخد ان شاء الله موضوع مهم الا وهو اليوزرز، تمام، اليوزر مانجمنت. فانا فتحت الماي سيكوال، خش على البي اتش بي ماي ادمن، تمام، احنا كنا عاملين داتابيس اسمها سكول كنا شغالين فيها، كنا اللي عملناه في التيتشر صح، وكنا عاملين تيتشر اوديت كنا بنشتغل عليه في التيتشر اوديت، اخر حاجه توصلنا لها ان احنا بنسجل الاولد سالري والنيو سالري والترانزاكشن ديت واليوزر اللي عمل ابديت والاكشن اللي حصل والستيتمنت اللي عملها. طيب كويس، الاكشن اللي حصل كان كله احنا كنا شغالين على الايه، على الابديت صح، كل الاكشنز اللي احنا اشتغلنا عليها كانت بالنسبه لنا كانت جاست ابديت، يعني مش بنعمل اكتر من كده. طبعا التريجرز ممكن تشتغل على حسب الوقت اللي بتشتغل فيه، هي ممكن تبدا تشتغل وتعمل حاجات مختلفه كتير، تمام، على حسب الفكر اللي في بالك، لكن هي فكرتها بالنسبه لنا بقت المفترض ان هي واضحه. فعلى سبيل المثال لو احنا عايزين لما الاكشن يبقى انسيرت هيبقى طبعا اولد سالري هيبقى عندي مثلا زيرو، والنيو سالري يتحط النيو سالري، تمام، وانزل الاكشن يبقى مثلا ايه، يبقى انسيرت، وفي جمله مثلا ديليت نعمل برضو نفس الايه، نفس الفكره، ننزل البيانات بتاعت اليوزر مثلا ونقول ان دي هو عمل ديليت وعمل ديليت على ايه وكان الراجل مرتبه ايه مثلا يعني. فكل الافكار دي احنا ممكن نشتغلها بنفس الفكر اللي احنا كنا عملناه او اللي احنا كنا اشتغلنا عليه، تمام، اللي هو نفس التريجر اللي احنا كنا بنيناه قبل كده، بس هنطور فيه الاستيتمنتس بتاعته، وهناخد بس يعني حاجه بسيطه جدا بتوضح لي ازاي اعرف ان هو بيقدر يعمل ديليت او بيعمل ابديت او بيعمل انسيرت او الى اخره، وبناء عليه ابدا ان انا ايه، ابدا ان انا اشتغل يعني. طيب فمثلا ان انا لو جيت قلت والله انا همشي على نفس التريجر اللي احنا كنا عاملينه قبل كده واشوف انا عايز اعدل ايه ونفكر مع بعض. انا عايز دلوقتي اعرف اذا كان هو بيشتغل على حالة معينة تانية غير دي ولا لا، فأنا هاخد كابي من دي عشان ما بوظهاش واكتب هنا الخط واضح وبعدين ابقى قلت له والله احنا عايزين نعمل كرييت تريجر مثلا
هو اسمه before teacher update، هقول له مثلا before teacher delete مثلا، و create trigger وهغير اسمه هخليه بتاع delete تمام. وهو هيبقى طبعا كل الكلام ده مسميات، يعني الاسم في حد ذاته لا يعني شيء، الاسم في حد ذاته لا يعني ايه شيء، اللي يهمني ان هو بيفور او افتر ديليت تمام، بيفور او افتر ديليت على حسب ما انا عايز تمام. طيب اون تيتشر فور ايتش رو وبيجن، وقلت له بقى عايزين نبدا بقى نعمل الايه الشورت تايم. ايه اللي احنا محتاجين نعمله؟ انا كل اللي محتاج ان انا اعمله، مش محتاج الاستيتمنت هجيبها ماشي خليها مش هتزعل، اليوزر خليه ماشي مش هيزعل، اليوزر اللي هو يعني اللي عمل العمليه. وبعد كده اروح اعمل انسيرت في الجدول اللي اسمه تيتشر اوديت. اول حاجه بخلي الاكشن ابديت، اخلي الاكشن اغيره اخليه ايه ديليت تمام، واخد ان التيتشر اي دي اللي هيدلته ايه، اسمه كان ايه، الاولد سالري طبعا مفيش اولد سالري ونيو سالري، مفيش عندي اولد سالري ونيو سالري. ليه؟ لان هو هنا بيعمل عمليه ديليت، فلما بيعمل عمليه ديليت ما بقاش فيه اولد ونيو، هو الراجل هيطير البيانات خلاص، فما فيش عندي ولا اولد ولا نيو ولا كلام من ده. فانا على طول هشتغل على الاولد سالري، هيبقى الاولد سالري، والنيو سالري هيبقى الاولد سالري عادي جدا، ما عندناش اصلا امكانيه ان احنا نشتغل في اكتر من كده. واليوزر عمل ابديت والستيتمنت والترانزاكشن ديت وخلاص تمام. وقلت له كده يبقى احنا عملنا الفكره بتاعتي. وتعالى الماوس راح فين مش عارف. طيب واخدت ال كده كار الامر اللي احنا عملناه ده، وقمت رايح اس كيو ال، وقمت عامل بيست للايه الامر بتاعي، الامر بينتهي بالهاش، فهقول له الديليميتر بتاعك الهاش تمام حلو، وقلت له يلا جو تمام. طبعا احنا كنا عاملين تريجر على الابديت، طب احنا برضو عايزين برضو على الانسيرت، عايزين برضو اخد الكلام ده على الايه على الانسيرت. طبعا على الانسيرت ممكن نشتغل باكتر من اسلوب تمام، على اساس ان انا ممكن مثلا اجرب لكم مثلا عندنا زي ما اتفقنا في بيفور وفي افتر تمام، بعد وقبل، وبناء عليه احنا بنشتغل على الفكره بتاعتنا انا واحنا عايزين قبل ما تتم العملية ولا بعد ما تتم العملية خلاص بنبدأ ان ايه نشتغل. طيب فمثلا لو انا قلت له هعمل كوبي من ده عشان اجرب بيه عملية تريجر تاني خالص، هخليه يشتغل على الانسيرت وممكن نخليها افتر، لان بالنسبه لي انا عايزها افتر انسيرت. بعد ما يعمل انسيرت هناك هيجي يقول لي عايز اعمل انسيرت هنا وخلاص تمام. طيب فقلت له افتر انسيرت وكرييت تريجر وهسميه افتر تيتشر انسيرت و فور، لا هتبقى افتر، وديليت هتبقى انسيرت. طبعا ممكن اقول افتر انسيرت وديليت تمام، فكده يبقى معناها ان الامر ده هيشتغل على عمليتين خلاص، انسيرت وديليت تمام، بس انا مش محتاج دي دلوقتي. فقلت له افتر انسيرت على التيتشر ماشي، هجيب اليوزر ويجيب الستيتمنت مفيش مشكله، وسيلكت اليوزر نيم، وبعد كده انسيرت في الاوديت الاكشن هيبقى ديليت، قلت له لا الاكشن هيبقى انسيرت او اد زي ما انا عايز اعمل. وطبعا الداتا اللي انا هجيبها في الانسيرت ما ينفعش نرد عليها باولد خالص، انا دي لسه يعني لسه بيانات جديده، بيانات جديده، فاقول ايه؟ فبقول كلمه نيو، ما بقولش كلمة old، بقول كلمة ايه؟ نيو. طبعا هنا ممكن احط الاولد سالري زيرو عشان ما كانش في حاجة،
وهنا هحط الايه؟ النيو سالري اللي هو حاطه هنا. واليوزر زي ما احنا جبناه، والستيتمنت زي ما احنا جبناها، والترانزاكشن ديت. تمام، والابديت احنا كنا عاملين لها الشغل بتاعها، فانا مش محتاج الابديت دلوقتي. فهروح اكريت الايه؟ الانسيرت ده. بسم الله الرجوع. قال لي في عندك غلطة. كريت تريجر فور عشان بس الهاش. ماشي كده عملنا الايه بتاع الانسيرت، وعملنا بتاع الديليت، وكده كده كنا عاملين بتاع مين؟ بتاع الابديت. تعالى بقى نلعب. قلنا عندنا الانسيرت، قال لي كان عندي هنا ايه شويه ناس، قلت له ماشي تعالى نجرب الانسيرت ونجرب الابديت ونجرب الديليت، هم دول اللي يهموني دلوقتي. فنبدا بالانسيرت، ان انا اقول له انا عايز اد. طبعا ممكن اعمل جوه انسيرت، وممكن اشتغل انسيرت من هنا، وده هيساعدني بس مش اكتر. قلت له مثلا التيتشرز اللي كانت عندنا، لو عملنا براوس كان عندنا تيتشرز لغايه كام؟ ماشي احنا ماشيين تسعات تمانيات وحدات ماشي. فقلت له ماشي اسمك ايه اللي بتتكلم انت؟ كنت بترد عليا. طيب ماشي خليك معتز تعمل ايه لسه داخل. فقلنا ادي ايه؟ قلت معتز فهمي جندر ميل السالري. الراجل ده غلبان خليه 25000 ولا حاجه، مش عارف هيعجبه ولا هيتنطط عايز يشتغل زهقت للمدير ولا حاجه. المهم الراجل ده اتعين امبارح، والسيتي برو جيزا، والقسم اللي شغال فيه تقريبا الاقسام اللي شغال فيها انا مش فاكر. خش كده لو دخلنا على الديبارتمنتس 1 2 3. قلت له ماشي الراجل ده شغال في قسم رقم واحد، السوبرفايزر بتاعه خلينا في 3 وحايد 4 وحايد اسف اللي هو كان داخل جنبي. قلت له ماشي جو. فقال لي ادي الجمله طبعا البديله للي احنا عملناها، اللي هي انسيرت انتو تيتشر، تيتشر نيم الجندر السالري رانك الهاير ديت السيتي الديبت وورك السوبرفايزر، وادي الايه الامر بتاع الانسيرت. قلت له كويس انا ما يهمنيش ده، لو دخلت على التيتشر هلاقيه في التيبل بتاع التيتشر عمل حصل له اد ويرو فين معتز اهو. حتى جت معرز ماشي. الراجل اهو انا بالانسيرت بالنسبه لي طبيعي. انا مشكلتي فين؟ عايزين نشوف التيتشر اوديت ايه اللي حصل فيه. هلاقي ايه اللي حصل؟ هلاقي ان ادي ايه الاي دي رقم 5 اللي هو 3 وحاجه 2 اللي اسمه معتز فهمي. الاولد سالري نزل زيرو زي ما احنا قلنا بالظبط. النيو سالري كان 25000، وادي الترانزاكشن ديت اللي حصل فيه العمليه، واللي دخله هو اليوزر الفلاني، والاكشن اللي تمت هي اد، وجمله الانسيرت اهي تمام. وادي جمله مين؟ جمله الانسيرت بتاعتك كده. ده تمام. دخلنا على التيتشر وقلنا معتز، معتز كان 25000. قلت له لا احنا هنعمل له يعني ريزنج للسالري بتاعه انكريز، وهدي له 27000. فدي 27000 لمين؟ لمعتز فهمي. المفترض لما اخش على التيتشر اوديت الاقي ايه؟ الاقي ان ايه معتز فهمي نزل تاني اهو، وقال لي كان 25000 في الاولد سالري، ده طبعا الابديت اللي احنا اشتغلنا عليه المره اللي فاتت، والنيو سالري بقى 27000، والتاريخ، وان العمليه دي عمليه اكشن بتاعته كانت ابديت، وادي جمله الابديت اللي ايه؟ اللي اتعدلت اللي عدل بيها وغير ال ال الناس كل شويه بتخش فمعلقني خالص. الحركه الغبيه اللي عملوها دي على الله يكون اختلاف في السيتنج اللي احنا نختصرها. ماشي على العموم كنا بنعمل ايه؟ دي جمله الابديت خلاص. ماشي كويس، يبقى احنا الانسيرت عملناها، الابديت عملناها. تعالى بقى واحد زهق من معتز، لا مؤاخذه معتز تمام، وقلت خلاص انا هدلت الاخ معتز ده خلاص من التيتشرز اللي عندي. فروحت عملت ديليت. طبعا الامر اللي هيشتغل هو ديليت فروم تيتشر
from teacher wearing a teacher ID كذا 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 كذا. تمام؟ فقلت له اوكي. فطبعا قال لي one row affected طبعا بالامر بتاع الديليت، وهروح على التيتشر اوديت هلاقي ان 1112 معتز فهمي اللي كان بياخد 27000 والنيو سيلر بتاعه زي ما هو 27000، احنا عملناها برضه الجمله ديت يبقى في الاثنين 27000. ترانزاكشن ديت اهي، يوزر عمل ابديت اهو، والاكشن كانت ديليت، وادي جمله الديليت اللي هي اشتغلت. وبكده نكون شفنا فكره ان احنا قدرنا نعرف يعني ازاي نفرق ما بين اكتر، يعني نقدر نعمل اكتر من عمليه افتر وبيفور وانسيرت وفي الابديت وفي الديليت طبعا والكلام ده كله في التريجر. دي كده كانت يعني غطينا اللي احنا عايزين نوصل له في التريجر. لو في اسئله نتفضل، وبعد كده نبدا على طول ان شاء الله نبدا اتفضل. هما هنعمل ايه؟ مين اللي بيتكلم؟ انت كل مره تسأليني نفس السؤال، يا طب انت عايز ايه؟ قول لي انت عايز ايه؟ لا لا ماليش، مش معرفش حاجه اسمها معرفش. احنا دلوقتي بنشرحها وبنعملها قدام بعض وبكتبها لكم من الاول. يعني انا حتى عادي 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 عادي، ما عنديش اي مشكله ان يبقى في اخطاء وفي ايرور. في الايرور اللي بيكون انت يعني ايه الاسلوب المفترض يجي في الامتحان؟ قولوا لنا انتوا، يعني انا مستعد استفيد منكم واتعلم والله، مش زعلان. حلو حلو، هل هجيب انا مثلا كريت تيبل برضه يعني؟ معقول؟ خلاص احنا هسيبكم من الامتحان دلوقتي. انا بعد اذنكم، انا قلت لكم قبل كده لما جيت بدات معاكم في الاول، قلت لكم انا يعني مش عايز حد يشغلني بالامتحان، الامتحان اسهل ما يكون. وبعدين زميلنا اقترح المره اللي فاتت وانا ما اعترضتش. ولا في اي مشكله في الصوت؟ صوت واطي؟ معقول. طيب كده سامعين كويس؟ طب كنا بنقول ايه؟ انا كنت اخر حاجه بس عايز اكد عليها قبل ما ايه؟ طيب انا بس عشان اخر حته قبل ما نخرج وننسى، عشان علقنا على ان احنا في الديليت بنحط الاولد والاولد في الاولد والنيو والسالري، هنا برضو بنحط في واحنا وبنعمل انسيرت، معناه انه بيدخل تيتشر لاول مره، فبيدخل تيتشر لاول مره، فاعتبرت ان الاولد سالري بزيرو. يعني هعمل ايه؟ الاولد سالري بزيرو، انا اصلا ملوش اولد سالري، ده لسه واحد نيو يوزر او اسف نيو تيتشر بيتقاد، صح ولا لا؟ فنيو تيتشر بيتقاد بطبيعه الحال مفيش اولد سالري، وبناء عليه حطيت الاولد سالري بزيرو، ونيو سالري ما عنديش مشكله احط السالري الجديد. تمام؟ ممكن واحد يقول لي طب انا هحط النيو سالري هنا وهحط النيو سالري هنا. الاولد سالري هو النيو، ماشي مفهوم برضه، منطقيه برضه، فاهمني؟ تمام كده؟ طيب ده بالنسبه للتريجر. بالنسبه لل